النور ومساء الخيرات ومساء الارزاق ومساء الافراح اهلا بكم ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج ماي فاميلي لنهار اليوم كالعاده ولفتوا الاركان اللي مضارين دايما تشوفوها في هذا البرنامج بدايه من ركن موده ورحمه جايبين لكم لنهار اليوم قصه راقيه جميله جدا كل اسرارها في هذه الرساله راح نقراها لكم فيما بعد في ركن غذاء طفلي اليوم راح يحضر معنا الدكتور دكتوره والطبيبه اللي شرفتني بوجودها راح نشوفها بعد الفاصل راح تجاوبنا على اعظم ولا اكثر المشاكل للاطفال الرضع راح ايضا تشوفوا معنا ركن طفلي يتعلم وش راهي موجدتنا اليوم الاخصائيه النفسانيه دينا كل هذه المواضيع راح نشوفهم لكن بعد الفاصل بالأشياء اللي عاونتني بزاف في حياتي هي دعاء الوالدين بلك بكري أيام الطفولة وأيام المراهقة ما كنتش أدري بالنعمة دعاء الوالدين مع الوقت مع الإنسان يدخل يقرأ في الجامعة ويخدم يرجع على باله باللي معامل دعاء الوالدين وكأنه معادل معامل الرياضيات انها نضربوه في ستة ويطلع لك لاموين وبيت جيب البكالوريا كذلك هو دعاء الوالدين دعاء الوالدين عنده نعمه بزاف كبيره كل ما تضيق عليا وكل ما نحس الدنيا ضيقت عليا وتزيرت عليا نروح اليمه ونقولها دعيلي ولا نروح البابا ونقولها دعيلي وشوفوا هذيك النعمه تاع والدينا وجداتنا عندهم هذاك الدعاء باليقين اذا تشوفوا معايا نهار يماك تدعي تقعد بالك الدعاء تاعها اكثر المده تاعه اكثر من الصلاه يما كي نشوفها تصلي تصلي ومن بعد نقعد نشوف فيها هكا ونخزر فيها وهي تدعي نلقى باللي المده تاع الدعاء ديالها اكثر من مده الصلاه لانهم عندهم يقين كبير بالله عز وجل باللي جميع حاجه يدعوها الا ما ربي عز وجل راح يتقبل منهم ويستجيب ان شاء الله يا رب ربي يدوم علينا نعمه الوالدين يحفظ والدينا ووالديكم وما تنساوش نهار تضيق عليكم الدنيا وتحسوا مخروقين مخنوقين روحوا للوالدين دعوة الوالدين المستجابة هي اللي تخلي طريق النجاح يقرب لكم أنا نروح لطاطا نادية نشوف الوجبات اللي راهي موجدتهم لنا لنهار اليوم وجبات هاي وجبات عرايس ربي ان شاء الله يفتحها على كل وحده كل وحده مقبله على فرح ربي ان شاء الله يكملها مساء النور طاطا ناديه مساء الخير حتى عليك على غفله <applause> ويا باش وجده والكواليس هذو الكواليس مساء النور شكون وجدت دتنا شوفي اليوم وجدت لكم اكله اللي يحبوها جميع الاطفال وشغل تكلخي لهم تقدري تكلخي لهم راح ندير لي لازان بالبتنجل. والفين ناكلوهم اللي لازال بلا بات بالعجينه اليوم جبت بنت البتنجل ندير به دي لازان العزان خابية انا نقول للامهات ما تروحوش بعيد لان هذا الوجبه راح تكون طيبها ناد طاطا ناديه بحضور الطبيبه اللي راح تشرفنا فيما بعد كل اسئلتكم اذا عندكم اسئله ابعتوها لنا عبر صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كاين, كاين ايضا زج. كاين هادي وكاين يعني جي بروفيتي بور لو بيبي شويه في الفوق قشرتها ونعطيها له partir دو عام نسكت نواسيها بالفرشيطه انا انا بذنجان طاطا كنت نمدها لوليدي ابتداء من ست اشهر وما له حتى حاجه كثير م. من الامهات هم يشوفوا فينا يحيروا شي يطيبوا لاطفالهم الرضع دائما نطيبوا بطاطا زروديه زروديا بطاطا اذا ماشي هذه هذه وينساو باللي هذا كنز ثمين للاطفال الرضع ابتداء من ست اشهر كما قالت لكم طاطا ناديه تقدري تشويها انا كنت نشويها ونهرسها بالفرشيطه ونزيد لها زيت زيتون آه يعني الحق تربى عليها ومازال لحد الان ياكل الله يبارك الله يسلمك الله نديرو لي لازان تاع باذنجان كيفاش نديرو طريقه فيها ثلث صلصات 3 صوص نشدو الباذنجان تاعنا نشدو نقيوه نغسلوه مليح نقيوه نقطعو دي اون غونديل mm -hmm. بالطول وش نديرو لهم نديروهم شويه زيت زيتون نخليهم في الفوق في سنيوه يطيبو ا فو داخل mm -hmm. سنيوه تحطيهم اون فوا تشوفيهم طابو اونتخ تو راني حنوجد لها اون صوص طوماط صوص طوماط طوماطيش الثوم وريقه قارنت زعيطره شويه زيت فلفل عكري ونص مغرفة طماطم مصبرة هذه لصلصة الطماطم صلصة ثانية وش فيها فيها اللحم مفروم فيها بصلة فيها الملح وشوية زيت لو يطيب كيما لسو... كيما اللحم تاع البوراك كيما نطيبو اللحم يعني سهلة صوص طوماط اللحم تاع البوراك الصلصة الثالثة نشد هي نورمالمون كان يديروها بلا صوص بيشاميل باش نتفاداو الفارينة ونتفاداو نشدو الكريمه الكريمه السائله نطلعوها ومن بعد البيض و نغراتينيو لو alors كيفاش طبقات لي نفرشوا الطبقه الاولى تاع الباذنجال نفسنيوها ومن بعد نحطوا نزيدو اللحم نزيدوا صلصه الجبن نزيدوا الطبقه الثانيه تاع الباتنجال. لاصوص طوماط اللحم والوسطه الاخيره كملوا بنفس الطريقه حتى يولونا 3 عش وهكذا راكم تشوفوا شوفوا طاطا ناديه مقله البيضنجان هذاك البيضنجان نهار تقليهم هو اصلا داير كيما لي يبدا يشرب كامل الزيت نعم. يعني كل شيء صحي مجمر في طيب الفور ما كاش كامل هذوك الاشياء اللي ممكن يضروا الاطفال ديالكم. وزيت وزدت شويت حكمت نجالة هو راه يتواسى في الفوق انا حتي فوق لا على الفور راه شويت باتنجالة واحده صغيره للرادع نعبز له زيت الزيتون الله يبارك آه. عليك طاطا ناديه انا نقول لكم نتلاقى بكم في ركن موده ورحمه نروح لهيك بعد هذا الفاصل <applause> القصة اللي جبتها لكم اليوم في ركن مودة ورحمة قصة جميلة جدا رايحين نتعلم منها الكثير من القيم باش هكذا النساء والرجال اللي راهم يشوفوا في برنامج ماي فاميلي يحسوا بكم النعم اللي راه عندها لانه احنا البشر مرات ربي عز وجل يكون رزقنا باهم الارزاق الارزاق مش بالضروره شكاره دراهم وكونت في البنك وكذا كاين بعض الارزاق اللي هي اعظم هي الارزاق المعنويه نهار ربي عز وجل يرزقك بزوج هو سند نهار ربي عز وجل يرزقك بأولاد تلقاهم في حياتك نهار ربي عز وجل يرزقك بهدايا في شكل بشر هذه الأرزاق المعنوية عظيمة جدا احنا فقط ما نقدرهاش في حياتنا اليومية ودائما نشوفه في الأرزاق الملبوسة ونتمنى أن ربي يرزقنا دراهم وسيارات وبيوت وهكذا قصتي لنهار اليوم بطلتها سيدة عظيمة اللي هي السيدة عائشة أنا نقولها تدخل معنا في بلاتو برنامج ماي فاميلي هذه الإنسانة إنسانة عظيمة جدا راح نتعلم منها الكثير أنا رحب بيك مرحبا بيك سيدة عائشة جاتني من الجزائر العاصفة وبالضبط من منطقة الأربعاء السلام عليكم نور النور شرفتيني ونورتيني دي دي راكي دي دي لبسة شوار. لون ما شاء الله لون الأمل ما الحمد لله, لله الحمد لله سيدة عائشة عارفين بنفسك سيدة عائشة ككل امرأة جزائرية عندي طفل الله يبارك ما, ما شاء الله عنده آه 17 سنة الله يبارك هذا العام باك ان شاء الله باكالوريا مع الباك لا لا آه هذا اللي لا لا عاودتي مع العام اللي فات لا ما عاودش هو اول مره اه هو اول مره انا عملوا لي انت العام اللي اه فات كان عندك الباك اه كان عندي مم. الباك اه ما جبتوش معليش ان شاء الله العام الجاي تعاوديه وتجيبيه ان شاء الله ان شاء الله. 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 الله كنت توقفتي فتره على الدراسه ومن بعد رجعتي تعاودي تقراي اه ب... يعني كيما نقولوا مساعده تاع الزوج روحي تقراي كملي قرايتك كملي قرأي كملي قرايتك قرأي. انا كنت يعني في بالي باش نكمل مع الطفل كان مريض كان كاك تعرف الام دائما مشغوله دائما هذا يعني كملت حتى وصلت الباك هو يديني ويشجعني هو ي... وين كان المستوى ديالك؟ سنة رابعه متوسط سنه رابعه متوسط كنا بيلانغ هذاك الوقت وكي تزوجتي بعدها كان الزوج هو اللي يقول لك روحي بعد كان الطفل مريض ما قدرتش نتسمع. نكمل حتى كيبدا كي شويه شوفوا معايا ما شاء الله وكاين اللي يديها قاريه, حبس وكي قاريه لا لا ويقول لها حبسي قرايتك وكاين اللي يديها باش قاريه ويقول لها كملي قرايتك هناك فرق بين زوج سند يدفع مرته للنجاح هناك فرق بين زوج هو اللي يكون عائق للمراه امام نجاحاتها ما شاء الله الله يبارك الحمد لله الحمد لله عندك رساله اليوم كذبوا لك رساله وراح تضحك وقيل عرفتي وشكون <applause> ممكن عندك احساس عندي احساس عندك احساس انا على بالي بلي احساسك في محله غير على الضحكه عرفت <applause> نقرا معاكم هذه الرساله الجميله اللي كتبوها لها لهاد الزوجه نشوفوا شكون نقول الى ولا لا لا يلا <applause> نقول ولا لا لا ماشي وليدك لا لا وعلاش بالك بأني. وليدك ابدا ابدا الوالدين على قيد الحياه أه. أه. الام برك على قيد ربي الحياه ربي يحفظها ان شاء الله الاب عنده بزاف والاخوه ها. عندك اخوه؟ عندي اخوه اخوات الله يبارك حضروا لزواجك هذو الاخوه؟ حضروا كامل الاب كان على قيد الحياه لا لا اه, آه كان ربي يرحمه نعم العائله يلا, يلا نقراو هذا الرساله هذا الانسان يعرفك من حوالي 20 عاما تقريبا ماشي 20 عام 18 سنه وسبع شهور و وسبع ايام عوديها لي 18 سنه وسبع شهور وسبع ايام، السوايع ما قدرتش نحسبهم كي الله يبارك، انا تزوجت البارحة نسيت كاع اللدات لي تزوجت فيها هذيك اللدات ما ننساهاش هذيك اللدات تضحك عرفتي شكون صاحب الرسالة عم. يلا إلى زوجتي العزيزة سيمر تقريبا 20 عاما على زواجنا ما زلت اتذكر جيدا اول مره تقدمت فيها لخطبتك كنت شابا مقعدا على كرسي متحرك كنت لا املك الكثير من المال كنت فقط املك طاوله صغيره ابيع فيها بعض المنتجات وكغير من الشباب كنت احلم بالزواج لكن دائما كنت أفكر بيني وبين نفسي ترى من ستقبل بي زوجة دلوني عليك وبيني وبين نفسي كنت أعرف أنك لن توافقي لأنه لم يكن ينقصك شيئا كنت خائفا من الرفض لم ألتقي بك مطلقا وكنت أعلم أن ردك سيكون بالسلب لكنك وافقت دون تردد وفقت دون تردد كان شرطك الوحيد ان اكون مصلي واقتات قوت يومي دخولك لحياتي غير حياتي للاجمل صرت انت سيدتي مصدر قوتي وسندي ومنذ تقريبا سبعه عشر عاما احترمتني دائما ولم أشعر أبدا معك أني شخص مقعد اليوم أقول لك أمام كل الجزائريين شكرا على نعمة المودة والرحمة يا عائشة الله على هذه الكلمات شوفي اللي تحفي فيها البركة هذه كان يعود الزمن لورا نكون انا عندي 25 سنه وهو هكا نديه تعودي تختاري نعاود نتقبل به رغم الصعوبات ورغم ال ماشي ماشي الصعوبات بصح يعني الام دائما تحبك في مرتبه عاليه تحبك بل بالك ما تقدريلوش بالك يجي و... اللي تكرهي يجينا وصف... امك ما كانت قابله على هذا الزواج لا لا ماشي ماشي قابله م. شخصه اه كانت خايفه انك كانت ي... خايفه احكي كانت شغل كخايفة خايفه نقولها من هذا المنبر اسمحيلي لي مامي ماشي باش ن مع ما البلاش ماشي بصح هي كانت خايفة عليا خوف الأم على بنتها فوالا كيفاش كيفاش تروحي مع وقت الرفدي وقت الأخرى يزيدوا عندك دراري شافتني بلي كنت عايشة واحد المعيشة ما نقولش رفاهية الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت يبقى لي شافي دار فوالا كيما نقولوا بالتزيرية بصح صممت يعني وقف وقفوا معايا كاين خاوتي وقفوا معايا خياتي وقفوا معايا خويا راح سقس عليه شافو قال لي ما شاء الله راجل نعم راجل هذه هي العائله الجميله اللي تحوس وين البيت تاع لهنا ما تحوس اذا يمشي ولا, ولا, لا ولا ما يمشيش ولا عنده دراهم ولا انا كنت هكايا قلت معليش هكايا انا في شخصيتي ذاتي نحب انسان هكايا على باليش ما انا شخصيتي مش الكلمات انا نقول فقط لفريق الاعداد مستقبله الزوج اللي هو عمي احمد كثير من العاصميين اللي جواه الكاليتوس يعرفوا والاربعه راح يعرفوا عمي احمد لانه عمي احمد كانت عنده طاوله صغيره يبيع فيها ومن بعد ولا شرا كميونة صغيرة شراو صم... شروا هالو شروا هالو يعني شرع... في صاميزو كان أول مرة مه. أنا خدش كي تزوجت حنا باب زوار أه. كنا سكنوا باب زوا وبعد عطاونا يعني سكنة سوسيا داون دان لي أربعة الله يبارك كي الدون اللي ما أنا تمات كنت ميئوسة بس ما كاش الخدمة وكان كان يخدم جامعة باب زوار جامعة تافوره تفورة طيب أه تجارة مم. بعد الدوها الدوا خرج دارت ماك باركينج قدامنا ثم تعب الحومه يقولوا له معليش يعني مو تسترزق كي داونا تماك انا اللي خايفه ماشي هو يقول لي خايفه ندرب بدلو مكان وما لقاوش انا نقول لكم فقط جيبوا لنا عمي احمد البلاطو اي فوالا وبعد بدينا بالعقل بالعقل شينا تفريقو صغير درنا فيه الفلاش زعما هي كي نشوف انا هذوك يبيعوا قلت له قول لهم الا تجيبوا لكم كش ما تاكل الحوانت بعاد ما كاش حوانت تما لا أقل هذا يبيع لهم صاشيات يبيع لهم هكا بداو يعرفوا ما تعرفيش وين ربي يعطيكم اه. الارزاق انا نقول اه. لكم فقط نروحوا فاصل صغير حتى نوجدوا عمي احمد باش يكون موجود معنا ونعاودوا نرجع لكم عمي احمد قالوا لك انت سيد الرجاله <applause> هذه تحيه خاصه من فريق الاعداد والاخراج انا نحبك في بلاطو برنامج ماي فاميلي كنت شفتوا معايا قصة عم محمد أحمد <applause> عم عمي أحمد هذا الإنسان البسيط شوفوا معايا على كرسي متحرك كنت شفتوا القصة دياله كل صباح يروح يدي لهذيك الطريقة تاع الكاليتوس وين يبيعوا القضارين وكذا يدي لهم القهوة يدي لهم باتيسري يدي لهم كذا يعود يرجع على 12 يدي لهم تانيك بيتزا كاري ويزيد يرجع العشية يدي لهم باتيسري على تاع تعال... تاع القهوة تاع العشية ومع ذلك ما يقولش بلي راني إنسان مقعد وما عنديش واش نخدم وكذا. هذا هذا الانسان بالكرسي المتحرك يجيب قوت يومه وكنت شفته معايا عمي احمد هذيك الشريطه ولا هذا كميو صغير قصته واحد جاز عليك في الطريق احكي لنا ما نعرفوش ما يعرفوش شوفوا معايا الانسان كي يحب يدير الخير السلام عليكم. احكيها من لي من <applause> كنت نديرهم ياكلوا فشريطه عليك

يوم ما جابني هاكا قال لي تخدم منهم لانغو قال لي قلت له قال لي دوكا شوفو المشكل تاعك قال لي هاكا تيليفوني مالو تيليفون ما رضيت احنا نكون بان عيط لي ساد وحديا مات هاكا زا طاحت كولات خلاص هاي جابوني دوني للدار قعدت وحد السمانه هاكا سمانه بلا خدمه؟ سمانه بلا خدمه. وتقلقت وقعدت الزوجه دايما. والطفل ومن بعد عيطت له قال لي خلاص قال لي شكون قال جاني... لي لكني... انا قال لي ما مشكل قال داني موعد تلاقينا ب فلاخون آه... آه... <applause> واش نامه ولي بهم الموطوال وجاب لك هذيك ال اه راح راح تمك تلاقينا تما خلصها لي الله يبارك خلصها لي وقال لي هاك و... ومنذ <applause> ذلك اليوم وأنت تسترزق.. بفضل الانسان بفضل الله عز وجل وبفضل الانسان ما ربي هو تعرفه سبب. هو السبب ما يعرفك م. جاز القاف في الطريق حاصل مع ال... الشريطه تاعه طاحت اون بان ومن بعد ديالو تاع الهاتف ومن بعد عيط له وشرى له شاحنه م. جديده يخدم بها م. الى م. يومنا م. هذا م. هذا الانسان احنا كنا درنا معه مكالمه هاتفيه وشكرناه م. لكن م. انا نعاود نشكره الان امام الكاميرا امام كل الجزائريين بالك راه يشفى ولا ما يشفاش لا نقول نعم. نقولوا بفضل الله عز وجل وبفضلك عمي احمد راه يسترزق لحد الان بهذيك الكاميونه الصغيرة نعم. اللي شريتها له عمي احمد نعم. هاي ديك الزوجه ديالك هي اللي حبيت تكرمها امام كل الجزائر تكرمها وش تقولي نقول له انا هو صح صح تاج راسي آه. كنا مع الاول نخدموا نديروا كسكروط الصباح ربعة اربعة نقلي نخرج نشري الخبز ونجي نقطعوا هو نويهم ليه كي مرض درت باراسيون شغل نقالي خلاص خلاص دوكا نستنى باش ندير تاع المراره تسمى شويه ما نحب نجي نشري ندير البيض الصباح ونغلي البيض نخرج نديرو يبرد هكا يعني وعايشين والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله مع الحمد لله الحمد لله الحمد لله يوميا يخدم. هكذا عم احمد يوميا بما فيه من الجمعه مريض. مريض ونخدم هاي بالجمعتين نقول له ريح انا يا قول لي لا لا معليش نخدم ويروح يصلي في قال لي قريب ويجي رزق الحلال الحمد لله ماشي أنا نقول نطلب برك يخلونا الطريقة هذيك باش يخدم. إن شاء الله، كنت كنت باغية ثاني. <applause> إن شاء الله، كرمو تاج راسي. كانت قالت لي كلمة شابة، قالت قتلك... لي الله هذه قبلة الاحترام والمودة والحب. كانت قالت لي كلمة شابة، قالت لي على الزوج ديالها هو تاج راسك. تاج راسي، اليوم غدوة مادة الحياة حتى الروح مادة. ما نسمعش آه فيه نعود انا نرجع لنقطه البدايه لانه كثير آه بنات ونساء هم يشوفوا فينا نتشرطوا احنا البنات لازم كذا وكذا آه <applause> وكاين كل واحد كيفاش يتصرف قلت لي كلمه شابه لو يرجع بيد الزمن للوراء ويرجع عمري 25 سنه قالتها انت ما كنتش تسمع فيها حبيتك تعودي له قلت لك لو يرجع الزمن كنا انا في عمري 25 سنه ويجي هو يجي يخطبني نوافق عليه الله عمي يحمد خدش هو شفت وش من حنية طيبة أنا أنا من ذاك يعني شوية من يعمل من الحياة شوية واحد يتعصب شوية شوية صح هو كيما نقولوا تيميت يمتص الغضب ديالك ما ما شغل ما ما يهدرش ما حتى من بعد باش نبداو نتناقشوا mm, في الموضوع نتناقشوا yeah. على جال الطفل على جال انا شويه انسانه كباقي الجزائريات <applause> كباقي الجزائريات ننقشوا شويه اه شويه ماشي بزاف ماشي ماشي حاجه زعما تاع زعما الرزق لا لا جامي <applause> <applause> زعما على مشاكل البيت وكذا انا زعما نقول له قرا هكا هكا بصح يعني إن كراجل كزوج وزوجه <applause> كباقي الازواج كباقي الازواج يتناقشوا مواضيع خفيفه بصح هو كي كنوض صباع يبدا يضحك يخزر فيا يبدا يضحك عنده غير هذيك الضحكه غير هذيك الضحكه كي يضحك خلاص انا يعني تبرزي طاطا راديه بالك النهار تاع اليوم تقول لك مازال ما يخلصش باش يجي غدوه انت طاطا راديه كي جا فيها شحال عندك نعم لا الحمد لله <applause> غير بالسنوات ويا ربي ما في النهار اللي جاتي ما يبارك ما شاء الله ربي يحفظكم ما في اللي جاتي معاه هو اسمع ايام لا ينسى وانت عمي احمد راك شافي فيه وقتاش تزوجتها هي نهار سقسيتها جبدت لي بالسنوات والشهور هو حسب لك آه الله يبارك آه. هو هو حسب لك النهار اللي جا خطبني انا حسبت النهار اللي درنا العرس فهمتيني صح إيه. انت يا الحاجه المليحه اللي قلتيها لي في عمي احمد قلتي لي بلي طيله مشوارنا مهانك آه آه. ما جرحكش ولو بكلمه آه. وبالعكس احنا بعض النساء عندنا تقلبات وعندنا كذا كي قلتي لي مرات انا نتقلق نتنرفع يقابلني بهذيك الابتسامه. نتقلق و نتقلق الحاجه الاولى نتقلق عليها كي يطيح اونبان آه. ونعيط له يقول لي هاني جاي هاني جاي هاني جاي ما يقوليش هاني طحت اون اه يخبي حتى عليك. حتى, حتى نشوفوه نشوفوه جاي روموركا يجيبه روموركا عالم نقول لك كي نقول لك واش حديري زيدي تتقلقي مم. خلي حتى يجيبوني ونتقلق على هذيك الدراسه تاع وليدي اذا ما كان ماشي حاجه يعني وليدي الحمد لله يعني الحمد لله شاء الله هكا فوتوكوبي تاع ابي الله يبارك الله بس. يبارك وتاع عمي احمد واش تقول على الزوجه لا يعني ما شاء الله يعني الحمد عايشين منها ما نتقلقوا ما صابرين توجد صبيحة في فرج عين ربي الحمد لله الحمد لله ماشي الحمد لله يعني الحمد لله ما تقلقوا ما والو بارك تجي صعيبة شوية ومن بعد ميزة كي فرج ربي ورزقكم ربي ولد ما شاء الله هذا العام يجوز الباك الله يجيبه ان شاء الله وتعرضونا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان كل وقت. ان شاء الله واش تقولوا للازواج اللي راهم يشوفوا فينا وبالك تلقاي هي راجلها لبس عليه وهي لبس عليها ودائما مشاكل وكذا الحاجه اللي خلاتكم دائما تصبروا شنو هي باش اللي راهم يشوفوا فينا يتعلموا اولا الثقه في الله هي الاولى يعني كي نقولوا احنا ما في ربي هي الاولى وكي هذيك تتقلقي وش حد ديري يعني. ربي راه راه وكاتب لك كاتب لك اه وكاتب لك رزقه كاع كاتبها حياتك كم كاتبها ملي زدتي حتى كبرتي راه كاتب لك الزوجة حد تجيبيه والأولاد تجيبي ولا ما تجيبيش يعني هادو كيتقلقوا ويحبوا بالك يعيشوا اكثر من معيشتهم صح عمي احمد احكي لي كيفاش عاوناتك الزوجه في الحياه انا على بالي حياه صعبه صعبه انه الانسان يكون اسمح لي يا عمي احمد ياك صعبه انه الانسان الانسان ولبس عليه ال... والهموم والمشاكل وصعبه عليه فما ادراك انه الانسان تخونه صحته اكيد الحياه تكون تكون أصعب عليه مضاعفة كيفاش عاوناتك الزوجة باش تكمل مسيرة الحياة أنا عندي ما عنديش نقوله مشكل أنا وحدي بك أنا نقدر نجوز وحدي نقدر نوزع كلش وحدي الله يبارك يعني كي بديت نجوز كي قبل كي بدا يقبل شو رجلي يبداو 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 يبدأ و... يبدأ بك الحمد لله الحمد لله ما زوجة قدامي دمجو. تعاوني يكون ما نقدرش تعاوني الحمد لله الحمد وانت السيدة عائشة انا يعني هذيك ما عنديش انا اشكال <applause> <applause> نعم انت... أنا... عادي كي تشغل عندك زوج دراري راك كي تربي فيهم <applause> انا كي نكون هكا نقول لهم نكون توما ولادي بين زوج في <applause> زوج يعني متطلب كبير ما ما عندي طفل يحوس يعني متطلب تاعو كبير كبير بقى ماما ما ما يقدر شكي مسميه ياسر يعقوب ياسر يعقوب ياسر تحيه الله يبارك فيك يعطون ياسر ويسلمك يعني ما عنديش اشكال ما نشوف روتين يومي عادي ما ما نوض صباح ما نتقلق ما ما اه خلاص عادي كي تنوضي صباح ها وليدك ديري له قهوه يشرب تغسلي له شغل عادي يخرج مم. استرزق نخرج له اللي كاين يسترزق وخلاص والحمد لله الحمد لله كش... نموذج جميل في الحياة إشكال. زوجة ده. تساعد زوجها هما يحضروا الكسكروت هي كانت بكري طيب له مم. هذوك الحلاوات مع كبرة الرجال ما تقدرش هيك. وهو يوميا بهذا الشكل بهذا الكرسي المتحرك يخرج يقتات قوت يومه وفي الوقت اللي نشوفوا ياما في رجال تلقاه بصحته ويقول لك ما كاش الخدمة واش تقول هذو الناس عمي أحمد لي تلقاه بصحته طول وعرض يقول لك ما لقيتش الخدمه. تلقاه بصحته بصحته, بصحته جايب ما شاء الله ما يخدمش. موالي في هذيك الدنيا. يقول لك اعطيني دوامي انت تلبس تقاو. هاك عادي نورمال. شكون وين الفوت بنين؟ انا توجور غير مريض عندي كابي بصح من صغري كنت نخنم كافي عمري عزيز الله يبارك كنت نخدم كنت عندي زي يمشي قال ما علي قال ما تعداد. اروح بها من باب زواها تلزيان ريكو كوميرس هم يعرفوني مشاهدين هم يعرفوني صح لو كان نقول عندك حاجه ولا طلب واش تقدر تقول لي؟ واش بغيت؟ ذاك هذه حاجه تاع طريق شغل ريسك كما يقولوا ما ريسك يعني راك في خطر كاع <تبع> كوام الطوموبيل ما تعرفين لازم الحل لازم لوكال لازم بغيت محل م... صغيرة تسترزق محل فيها ان شاء الله في يوم من الايام تحقق لك الحلم ديالك ما كاينش ما كاينش ان شاء الله باسكو كي, كي كنت نابا بزوار درت له تخوا فوا ناخذ ني دوموند باش ما نحبش هكا ما اخر مرة قلت هاك وديرو في القجر وغلق عليه وخرجت من ذاك انا كي كنا كنهضر ما نعرفش نهضر شغل ماشي من ضغوطات تاع الحياه ضغوطات ماشي لا ما رحنا هنايا قلت له كيف باب الزوار ما عطاوكش في 4 ياطوك ان ان شاء الله ان شاء الله عم احمد طلبه الوحيد في الحياه انه يكون عنده بوتيكه صغيره محل يسترزق منه ونذكركم بلي عمي احمد الزبائن ديالو الزبائن دايلهم هما يخلصوه ويرجعوا الصرف للواحد هم يعني ما يقدرش يعود يرجع لهم الصرف ولا ومع ذلك داير الثقة وكاين مرات قلت لي حكيت لنا كاين مرات اللي يأكلوا ما يخلصوك شو سامح لا لهم لا 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 هم الحمد لله كاين مرات غالب أنهم الحمد لله الحمد لله أنا أقول لكم شرفتوني في زوجي ونعمة الزوج ونعمة الكوب اللي لازم نتأثروا بهم هذو هما المؤثرين الحقيقيين على أرض الواقع اللي يحاربوا الدنيا ويجيبوا قوتهم بيد بيدهم ويسترزقوا في الخير ويحوسوا على لقمة الحياة مش المؤثرين الحقيقيين اللي يشوفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي مره هنا ومره لهيك ومن بعد نسمعوا الكثير من 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 الخلافات هذو هما اللي عايشين على الحلوه وعايشين على المره هذا هو الكوب اللي المراه ترفض راجلها والراجل اللي يرفض مرته هذا هو الاختيار الجميل في الحياه نهار يجي يوم ويدقدق عريس على بيتك ما تحوسيش على الكونت ما تحوسيش اذا عنده سياره وما تحوسيش اذا عنده دار حوس دار بالك لا لا. كان لكن لازم كان الانسان دار. انت آه حوستي على حاجات ملاح اذا كان هذا الانسان مصلي ولا عامل مم. على بالها اذا يصلي مش راح يجي في يوم من الايام لا يضربها ولا يهينها ولا يقلل من قيمتها وعلى بالها اذا كان عامل هذا الانسان عمره ما راح يقعد في الدار وما يسترجقش اخترتي زوج ح... شر... 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 شرطك كان زوج حاجات مهمين جداً والمهر ديالك كان قليل, قليل هن مهرا قليل اكثرهن بركه قليل قليل بزرق. بزرق. قليل بزاف قليل بزاف صح الحمد لله قدرت كما نقولوا احنا في الدار ما كناش كناش مستورين الحمد لله إيه وتحديتي داركم وقفوا معاك والام خافت على بنتها انها تتميز قلت لي نديه دوكا هاي اللي تحبوا تحبو أه بالك تحبوا بالك تهلاي تحبو تحبو فيه ديري سبحان الله شفتوا أه أه معايا بعد الام اللي كانت متخوفه انها من الزواج رجعت هي تحبه وتقولها ردي بالك أه أه على أه راجل أه 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 متخوف اي, أي تشوفي كنسيبتك العزيزه واش تقولها فكرت نسيبتي العزيزه وش تقولها ربي يعطيها ما ويطول عمرها امين 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 ان شاء الله حنا ثاني كنحيوا الأم عائشه اللي راهي تتفرج فينا يعطيك الصحه وشكرا على تربيه بنتك بهذا الشكل طاطا نادير كان عندك تدخل شو بغيتي تقولي قلت لك اخت عائشه طبقت المثل اللي يقول لك تاع زمان مثل زمان واش يقول لك؟ اختك من الكاس تاع الذهب اللي تشربي فيه المرار آه مثل جميل نعود لكم اخطيك من كاس الذهب اللي تشربي فيه المراه يعني واش من تحت يعني تروحي البيت تاع الزوج اللي يكون يوفر لك كل ويد... كلش وكلش كلش يستحقي ون... ويعيشك المراه, المرأة. 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 ان شاء الله ربي بعد علينا ويبعد عليكم يعني راه يعطيك الصحه عائشه ونورتوني نتمنى المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا كامل يكونوا تعلموا من قصه عائشه وزوجها آه في ركن موده ورحمه آه تعلمنا اليوم كيفاش انه المراه لازم تختار جيدا تختار الانسان اللي يصلي واللي يخدم هذو زوج عمرك ما راح تتغبني في حياتك انا نقول لكم نتلاقى بكم بعد الفاصل الاشهاري هذا ولا نعود مساء عليكم مره ثانيه ما رحتش للطاطا ناديه لكن على بالي بلي الوصفه تاعها هي طيبه نرحب بالاخصائيه النفسانيه دينا مرحبا بك اهلا وسهلا الله يسلمك موديش. دينا ريحي واقفه معايا شويه نتاعبك بالطالون اليوم <applause> <applause> <معنى> <applause> طاطا ناديه الوصفه تاع الطفل الرضيع بيضنجان باذنجان مشويه بزيت زيتون ونعبزوها أنا كي شفت كل أنا كي شفت البوطاجي فارغ ما كانش ماكله وعلى بالي بلي نشقة بلا ما ناكل ما نقدرش نجي لعندك طبعا. دوك نوجد كلش دوك نوجد طابله. دوك لي حاجه على حساب قلبي طبعا. دوك غير يتجمر لي لازان يحمالو شويه. مازال ما طابش ياك. مازال ما يتقاتينا. اوكي بيد ما يطيب انا شويه هكا نعاود نرجع لعندك. نرحب بمشاهدينا الكرام. آه اليوم موضوع شويه حساس. لكنه لابد منه اذا نديروا هذا الركن طفل يتعلم وما نديروش هذا الموضوع لانه بلك يعتبر واحد من الطابوهات لكنه كثر في مجتمعنا واصبحنا نسمع ظواهر اغتصاب الاطفال اختطاف ظواهر اخرى معينه لكنه لازم نحكو على هذا الموضوع واللي هو التربيه الجنسيه التربيه الجنسيه دوكا مصطلح شائع ولي ما ممكن كتقول لها اكزومبل التربيه الجنسيه اه تقول لك عيب حرام ما نقدر نهضر في حتى هذا الموضوع وتوجور نهضر ونكرر بلي نقول كيما كاين النمو يعني اللغوي النمو الانفعالي اه النمو المعرفي كاين كذلك النمو الجنسي لازم تنا نعرفوا باللي انه هذا النمو الجنسي مانيش انا بيان سور اللي عليه وانما علماء ونظريات قائمه بذاتها باش عليه يعطيك الصحه باللي راهو كاين نمو كاين تطور وكل مرحله تختلف عن المرحله اللي بعدها ولازم تنا تكون كاينه يعني وعي في التربيه الجنسيه تكون كاينه ثقافه في التربيه الجنسيه ولازم تنا نعرفوا باللي هذه الغريزه ولا هذه اللذه راهي فطريه انا نخليك في البلاطو ديالك تكملي هذا الموضوع تفضلي دينا <applause> معنا عماد آه عماد من اروع الاطفال اللي يعني. معاهم اكيد اه. آه يعني من اروع الاطفال يعني سلام عماد صباح <applause> آه عماد توجور يعني عندي دوكا ملي تعاملت معه دو فوا داكور بلي راهو عباره فقط عن تمثيل يا عمادي اخي هكذا ايوه باش نتفاهموا دوكا قلت لك آه بون انا عندي سؤال آه آه كثير من الامهات تم يشوفوا فينا نعم كين طابو في المجتمع. على التربية الجنسية. آه. اه كيفاش انا من اللي يكون البيبي تاعي صغير نربيه على انه يكون رجل ونربي الطفله على انها تكون آه بنت آه ويكبر على اساس انه رجل. مم. ونفس الشيء بالنسبه للبنت واش لازم انا ندير باش زعما وليدي يكبر راجل لانه ولينا في وقت كثير من الامهات تخاف تقول لك انا ربيته مليح وبيان لكن كيكبر ولات عنده تصرفات انثويه لهنا اللي يجينا الفرق ما بين الرعايه والتربيه تبان لها باللي هي راهي راح توكل وتشرب وتلبس وترقد باللي راني نربي ولكن التربية شويه نقدروا نختصوا فيها خاصه في الاسلوب والمعامله نرجع للقيم نتاعنا للدين نتاعنا الاساس نتاعنا العاداتنا والتقاليد نتاعنا دوكا يعني يعني معظم يعني لي تصرف في الصغر وحنايا يعني لهنايا كي ما يكونش كاين توعيه ولا ما كانش ثقافه جنسيه مع الاطفال نتاعنا الطفل كي تصرى له بروبليم ويعيش تلك اللذه في تلك المرحله يعني هو صغير وهو صغير باريكزومبل تعرض للتحرش الجنسي وهو ما على بالوش هو ما على وانت ما اللي هنا راح يكبر بتلك يعني المشكله ولا ذلك الاضطراب اللي من بعد راح نشوفوه يعني في سن المراهقه ولا مانيش عارفه وقت راح يخرج كي يحدث يعني عامل مفجر راح يصير تثبيت يعني في مراحل الطفوله من بعد يخرج لعامل عامل مفجر يخرج لذلك الاضطراب اللي صرى في الصغر هذاك <applause> آه خاصة كيما تشوفوا آه تقول لك الأم أنايا ما نهدرش للطفل نتاعي ما نقول له حتى حاجة ليسونسيل كاش ما هكا يعني آه موقف دارو ولا سلوك دارو عيب حرام لا بصح أنا باش نرجده ولا باش ننبهه لا لا وفي هذه المرحلة تبدا من ثلاث سنين عامين ونص هنايا الأم كي تبدا يعني تنحي الحفاظ الابن نتاعها أول حاجة واش يدير الطفل؟ هو يروح آه يعني يبدا يمس في الجهاز التناسلي نتاعو، وتبدا دير ردة الفعل توجور لي نهدر عليها الطفل وش هو حاجه تقولي له لا لا يحب يفهم آه. عليها كل نوع كل مرغوب مرغوب يعطيك الصحه اللي هنايا انه انت حاولي ما تدريش تلك رده الفعل هذيك اللي تخليه هو تبلو باللي حاجه انورمال باللي راهي حاجه نورمال في الجسم نتاعك على بها لازم تنا نوعي والذوات نتاعنا والذوات تاع الاطفال تاعنا باللي عندك جسام عندك مناطق حساسه آه هذه المناطق خصوصيه مش لازم اي انسان يشوفها مش اي, أي يعني انسان انك تبدل يعني الملابس نتاعو قدامه والاطفال راهم دقيقين الملاحظه وراهي ماركي وكل شيء نعطي واحد المثال ويسرى يعني هكذا أه طفل صغير مولا ثلاث سنين هكذا ثلاث سنين ونص ربع سنين تلقاي باغ كي يعني نقولوا تنحى ليكوش قلنا لهنايا الطفل يتباهى بالعضو علاه؟ باسكو رو لهنايا راهو يروماركي بلي انا وانت ماناش كيف كيف لهنا تبدا تكوين شخصيه الطفل وتقمص الشخصيه نتاعو الاساسيه اذا عت انت راهي مع الام واذا مع الاب لهنا لازم نعرف الاطفال بلي كاين جنسين فقط لهنا يبدا هو يبحث عليه ماما انا وانتي ما نش كيف كيف عليه انت والاب الاب كما نقولوا ترقدوا في الشومبرا تاعكم وحدكم عليه حنايا ما نرقدوش معاكم حنايا كيفاش جينا على ارض الواقع اللي هنا دوك الام اللي هنايا تبدا شغل آه... ما نقولكش يعني ما تعطيش الاجابه صحيحه صح يعطيك الصحه اللي هنا ديري في حسابك باللي الطفل راهو ذكي احسن مني ومنك وكاين بعض الامهات سمحي لي دينا نعم. تبدا توسوس تقول له منين, منين جبتها هذه المعلومه منين جبتها وهي تعتقد باللي ولدها راه يروح برا باش ما المعلومات هذه الاسئله لازم انه الانسان يحطها على ارض الواقع بس كل هنا راهو في مرحلة الاكتشاف في مرحلة المعرفة هذه المرحلة مرحلة جوهرية بس كطفل لازم يكتشف هذه الأمور ولازم يعرف ديري في حسابك باللي أيتها الأمهات يعني باللي راهو الطفل كيما يسألك راهو يسأل إنسان واحد آخر أبا حاول حاولوا أنكم توجوه نعاود ونكرر أنكم تجاوبوه إجابة صحيحة بس لو كان ما يلقاش الإجابة متطابقة ومتوازنة على الشيء اللي حطوه هو ديروا في حسابكم بلي مصدر الثقة والأمان خلاص السلام عليكم اللي هنا مواقع المواقع التواصل الإعلانات الزملاء الشارع ننصح لمامو أنهم يكونوا دقيقين الملاحظة مع الأطفال انتوا كاينه حاجه اخرى نعم. حبيت لك دينا آه للاسف انا في وقت صعيب وقت السوشيال آه ميديا وكذا كثير من الامهات انا طرحت لك عليه سؤال قبيل تقول لك كيفاش انا نتجنب انه طفلي مستقبلا يكون كذا تقولك لك سورتو بالنسبه للذكوره تدخل اضطرابات الجنسيه آه، نعم كيفاش زعما انا نشوف <applause> بعض الاخ الامهات يديروا اخطاء، ولدها مثلا تخلم سيد مازال زعما تمشط له مثل البنات، آه، تكلفه بمهام مثل البنات ومن بعد تقول لك ولدي آه، اصبح عنده تصرفات نسائيه، حبيت لو كان تهضرينا في هذا الموضوع توعينا اكثر آه، موضوع حساس جدا، علاه توجور نرجع ونروح ونفس الشيء توجور نمدوا لماما اللي هو الاسلوب كيفاش نتعامل عندي صديقة نتاعي عندها أربعة بنات لا يحفظها ويبارك فيها يا رب العالمين آه يعني ما عندهاش ذكر يعني كان غير الأنثى إلا هنايا عنده, عنده يعني الأب عنده طفلة نتاعه تجوغي يعني يهدر معاها على أساس ذكر وليدي أروح أجيب الهنية دلوا في حسابكم باللي حتى هي يعني تكون نورمال تبدأ تتقمص الشخصية الخاطئة شخصية وخاصة بكر. كذلك الأم اللي عندها أيضا غير البنات وما عندهاش الذكر اه اللي عندها غير الذكور وما عندهاش اللي عندها الذكور وما عندهاش يعني الاناث تحكم الطفل نتاعها تقول لك هذه بنت. بنتي الصغيره آه، ادخلي معايا الكوزينه ديري لي آه، باريكزومبل اعملي لي حاجه اغلقي لي الملابس نتاوعي آه، اكي معايا هنايا شيء خاطئ جدا هنا لو كان ماركيو هادو لهنا من بعدك تكون كاين اضطرابات كي كي السؤال واش يقول لك يقول لك انا من صغري ماما تعاملني على اساس بنت فسمى اللي هنايا ما تكونش التكوين يعني الصحيح في شخصيته هو نورمالمون يتقمص شخصيه الاب اللي هنايا راهو ذكر من ثلاث سنوات خلاص الام اللي هنايا تجبد الذكر مع الاب أوكي. والطفلة معها هي تبدا تفهم فيها كذلك الاب لهنايا ماشي غير لي حتى الاباء يعني دوكا الحمد لله رانا نشوفوا في تطورات مع الاباء مشي كيما بكري تاع الام هي اللي تربي تلعب دورين دوكا حتى العاد الاب ثاني عاد يعمل امور شويه صح. المنزليه مش نقول لكم يعني طيب ولا يقضي مي كاينين لي باغوني <applause> الله يبارك واقفين بالاطفال نتاعهم ويديروا لهم الوجبات نتاعهم ويعرفوهم ويدوشوهم هما ويلبسوهم هما ويشروا لهم هما هذا الشيء انا نتحي كل اب يعمل هذه الامور باسكو على بس باش الطفل نتاعو يتقمص الشخصيه الحقيقيه نتاعو ما يروحش الشخصيه الاخرى كذلك خاصة كيكون كذلك الطفل مع المجموعة من الإناث بس كل هنا هذا ما يسمى بالمحاكاة والتقليد أوكي. والنمذجة فار الام تعمل في يعني ماكياج يقول لها عملي لي كيفك آه. فهمتي كيف ماش؟ هذا الشيء خاطئ ما لازمش خاطئ خاطئ جدا مم. بقى معايا سؤال فقط نعم. كيف احمي طفلي من التحرش الجنسي <applause> ومنذ كم سنه نبدا نقولوا بلاك ولا كذا وهل لازم نقولوا ولا لا لا اكيد لازم نقولوا له لازم نعلموه ولازم اول حاجه نعرفوه بالجسم نتاعنا وش فيه ولازم يعرف بلي كاين مناطق مسموح اللمس فيها وكاين مناطق حساسه خصوصيه مش مسموح فيها اللمس حنايا بكري يعني لي بارون تاعو يقولوا لهم ها يجيك واحد يقول لك اعطيني حب هاك حبه حلوه وتروح معايا ولا باريكزومبل ما يسمى بالابتزاز تاع ارواح نوصلك ولا حشاك الكذب تاع وقالي لي الاب نتاعك وصلوا لهنايا لازم نعرفوه صعب يعني الكيان يعني الجسم نتاعو يعني سواء يعني آه بالاسامي الحقيقيه او العلميه ولا نمدوا يعني آه بديل تبقى سريه ما بينه وما بين الام دكاور ولا الجهاز العلوي الجهاز السفلي باللي فوالا هادي لهنا ما كيما نقولوا ما يمسكمش لهنا في حاله ما صرا كيما هكذا قولوا لي في حال باريكزومبل قال لكم طفل ارواحوا اقعدوا في الحجر ثاني ممنوع باريكزومبل قال لك اوقف وانا نجي من وراك ممنوع كاين بزاف امور لازم الام توله الابن نتاعها ولا البنت نتاعها في زوج في زوج يعني سواء ذكر ولا سواء الأنثى آه ريم دي عفوا دينا يعطيك الصحه شكرا العرفه. جزيلا على العرفه. هذه المعلومات شكرا جزيلا أفاتينا الكثير آه نتمنى اننا قدرنا نجاوب قدر كافي من الاسئله اللي تلحقنا خاصه من قبل الامهات نخليكم مع هذا الجينجل ونعود نتلاقاو بعد مرحبا بكم بجديد اليوم راه عندنا ركن الو دكتور رحب الدكتوره مستغانمي وهي طبيبه اطفال مرحبا بك دكتوره مرحبا وهلا شرفتيني ونورتي شرف لي يعني اهلا بك شرف نقول فقط باللي طبيبتنا الجميله هي الان ايضا ام راي في فتره الرضاعه ام لطفل عين ام لطفل وتصوروا معايا مسكينه جبتها وشقيتها وقعدت تقول لي نخرج شويه بكري نروح نرضع بنتي وكذا رضاعه طبيعيه لازم رضاعه طبيعيه حصريه ما درتيلاش كامل الحمد لله لا لا من الطفل الاول الطفل الاول ثاني طبيبه وترضع ابنائها عامين وحنايا الام هذيك هي هذه الام, الأم. وحنايا نقول لك بيبغوا منا و... <applause> لا لا معليش كاين حاله يا الام ما تقدرش ترضع تاعها حنا توجور المجهود تاعنا باش نرضعوا رضاعه طبيعيه ما كاش طبيعي. خير من حليب الام صح انا ثاني ماركيت استاذ دكتوره وليدي كي كنت نرضع طبيعي يعني الحمد لله ما كاش كامل يوم رضلي لي وكنت نعتبر بلي هذاك الحليب هو دواء لكن انتي <applause> كور سمحيني قاطعتك سي لي انتي تاع لا لي دوزو في الحليب مضادات الحيويه تاع لا مامون ناتوريل ما حنا نقولو دي انتي سي دي لي عند البيبي يسمح له ديجا نمو تاعو يكون مليح ويكون بصحه جيده ويقلل من الحده تاع الامراض اللي جوز ما مام مرض ما يمرضش كيما بيبي اللي ما عندوش لي زونتيكور تاع لا تاعو او يمرض ما يمرضش عند <applause> ربي <applause> سبحانه يا ما يمرضش انا والله ما كاينش يمرض لي بحال لكن بعد هي. ما بطلت الرضاعه الطبيعيه رجع يمرض كاين بزاف لي ماما يقولوا لي هذا حنا الرضاعه الطبيعيه يلفو بلي ماشي سهله ماشي يقول لك هي ما حبش ترضع ولا ماشي سهله الرضاعه الطبيعيه واعره لازم لها الصبر لازم صح. لها كوراج لازم يكونوا معلومات قبل وثقافه قبل لا ممكن كي تكون قبل ما مت... تزيد لازم يكون عندها معلومات تكون بالطالعه على واش لازم في الرضاعه الطبيعيه مم. كيفاش نرضع وقت وقتاش نرضع كيفاش نعرف وليدي لا يشبع إلا ما يشبعش يش لي بوزيشن تاع الرضاعه اللي نرضع فيهم وقتاش لازم نبدا الرضاعه الطبيعيه كيما عندنا هذيك جولدن اور الساعه الاولى من من الولاده يقول لك 60 دقيقه بعد الولاده هذيك هي تري امبورطون في الرضاعه, في الرضاعة الطبيعيه علاش حنا في المستشفيات تاع ايوغ نشوفوهم يديروا لو بو ا بو سكين تو سكين مع لو مع لو بيبي هذاك اللي تري امبورطون برومير كونتاكت مع لا مامون يفو لي ليسي لو لا مامون اي لو بيبي بزاف امهات ما يعرفوش فقط الدكتوره كانت قول معلومة مهمة جدا انه بعد ما تولدي 60 دقيقة طالبي باش يجيبوا لك هذاك الطفل الرضيع ديالك باش ترضعيه، ميم تكوني واش تكوني زعما خليه بعد ساعة. ميم سيزاريان، ميم اكوشمون باغ فوا باس، عملية قيصرية ولا ولادة طبيعية، إلا قدرنا البيبي ما يكونش يسحق دي سواء ولا ما يسحقش يروح لونيتي نيونات ولا نخلوه هو ولا ماما يديرو لو بو سكين تو سكين تحطوه هنايا وتخليه يتعرف عليها يشم ريحتها دقات القلب تاعو يغلي لا غيسبيغاسيون تاعو سبحان الله من عند ربي هذا لها جولدن اور عندنا كثير من الاسئله اللي لحقتنا في ركن الو دكتور الرساله الاولى دكتورة هذه راهي تقول لك بنتي عندها أربع أشهر الماكلة اللي تاكلها ماشي الماكلة الرضاعة الحليب اللي ترضعوا تعاود ترجعوا شفت بزاف أطباء لكن دون جدوى هنا في أغلب الأحيان يكون أن غوفلو ارتجاع ارتجاع الماء, الماء. ارتجاع وعارف. الحليب الماء يعني غوفلو كيما حنا نقولوا له كي نروحوا عند طبيب نسمعوا كلمة غوفلو فيزيولوجيك اسمها هذا حاله طبيعيه الا شخصها الطبيب وقال لها خليها حاله طبيعيه لكن لو كان النوم تاعها يكون مليح سي ان بيبي كالم ماشي هذاك ام بي بي انيرفي لا كانت تزيد في الميزان تطور الحركي تاعها يكون مليح أنت تقدر تقعد عادي باسكو حنا برك نخافو حنا نخافو حنا كي نشوفو البيبي يتقيا سورتو كي يخرج له من النيفو آه. سي امبريسيونون كي يشوفوه لي بارون اي فو راسيوري لا ماما ما كاش مشكل لا كان البيبي باغايوغ شاف طبيب وقال لها راهو في حاله عاديه تسمى ماهوش ما غوفلو مالادي سي ان غوفلو فيزيولوجيك 90% سي دي غوفلو فيزيولوجيك كي تبدا طفلة ربع شهر تبدا تتقلب ديجا ينقص شويه لو غفلو كي تبدا تقعد تشد شويه راسها ينقص شويه, شوية لو كل ما يكبر ينقص وارا. شويه فوالا كي تبدا توقف كي تبدا تمشي تبدا تاكل هادو العقل بالعقل يقصر علاقة يقولك ما عندهاش علاقه يقول آه لك ترضعيها دائما زعما كيفاش نقولوا بالعاميه قرعيه ولا خليها إيه. هكذا قرعوه افقي هكذا فوالا افقي هذيك مام ان بيبي اللي ما عندوش الغفلو مليح باش يهبط مليح الحليب باسكو علي لي عندهم لو سيستيم ديجيستيف تاعهم الجهاز الهضمي تاعهم ما راهوش اونكور ماتور النمو تاعو ما راهوش مكتمل وعندهم لي صغيره -hmm. صافي كي يكون دي كونتيتي دو تحليب ولا يحبط يعود يطلع سي نورمال لي بيبي بي كوم هما كل حاجه فيهم صغيره يقدر يعاود يطلع احنا نشوفوه ويخرج مني ويخرج يخرج من حاجه كبيره نخلو. مي انا وياك مثلا عندنا بتي بوتي غوفلو توجور كاين هذاك لو بوتي اللي اللي يعاود يطلع سي با ميشون يعني اطمئنوا اللي عندها بيبي صغير وتشوف دائما البيبي تاعها يعاود يرجع بعد ما يرضع الحليب وشاف الطبيب وقالها باللي ما تتقلقش ما تتقلقش ما تتقلقش معايا سؤال ثاني سؤال ثاني تقول لك دكتوره دائما يقولوا لي ما عندكش الحليب ولا نحس ولدي يشبع المشكل طفلي ضعيف في الميزان وما رانيش حابه نزيد له حليب اصطناعي هذه مشكله عند الامهات هذا سؤال زعما شوفي يا دكتورة <تصفيق> <تصفيق> هي <applause> كي ولد البيبي يجوا فامي غير يشوفوا رقيق اه ما راوش يشبع زيدي له البيبرون زيدي له الحليب وتلقي يماك وعجوزتك كامل يقول لك زيدي له الحليب صح كاين منها ولا هذه كيفاش نعرف انايا درك البيبي تاعي راه شبعان وما لازملوش حليب اصطناعي وهل عندها علاقه بالميزان هذا السؤال يجيني في شاك كونسلطاسيون تقريبا مم. كيكون كي يكون ان نوفو غير شهر شهرين توجور خاطر عندنا كيما قلتي لونطوراج عندنا بزاف هاد لي زيدي آه. روسيو باسكو حنايا امهاتنا ابائنا يحبوا بيبي بي سمين وبنبن وهكا وباش ترقدي في الليل ديري لو فيبرا باش يرقد لك وترقدي الوغ كو نو ديجا الانتاج طاطا لاديا بغات تسالك طاطا لاديا عطولها فقط <applause> وعليكم السلام <سألو> ورحمه الله <applause> زعما شوفوا مشيان يقول كتير تيا ما تهليتيش فيه ما لا تيا به صح مشيان يحبوا كل حاجه كل واحد يكون سمين وجايب روحو مش كنت نقول كنت تقولي لي بلي احنا المجتمع تاعنا يحب هذا قلت لك الانتاج تاع الحليب فصاوا تاع حليب الام يكون صدر الفتره تاع الانتاج تاع وين يكون بزاف بين الوحده والخمسه تاع الصباح تما هذيك ديري لو بيبرون باش يرقد وانت ترقدي الانتاج تاع الحليب راح ينقص اوكي سمح. معلومه مهمه دكتوره نعاودها فقط للامهات راح تقول لكم الطبيبه بلي المراه وقتاش تنتج الحليب بين الواحده تاع الليل و صباحا وال صباحا فهذاك الوقت لازم هي تكون ترقد وما لازمش تكون نايضه لازم ترضع لازم ترضع ترضاع آه. على دو مانس مال بيبي كي في الليل حاجه مليحه ماشي احنا نحبوه يرقد باش نرقد احنا آه. ثاني نو كي في الليل حاجه مليحه كل حاجه عندها حكمه من عند ربي سبحانه انا كنت كي يرقد نقول الحمد لله ورقد على كاع نقول ما كاينش على بالي الفوز غنفوز يرقد حنا نريحو شويه معاه صح صدق هذيك لو ريتم تاع لو بيبي تاع لي نوض في الليل وكامل ماشي هكذاك وخلاص باسكو الانتاج باسكو الهرمونات يخدموا في الليل بزاف في الحليب الانتاجيه تاعو تكون في الليل بزاف سبحان الله وكيفاش نعرفوا البيبي تاعنا كيفاش نعرفوا البيبي راهو يشبع ديجا سي ان بيبي اللي كي يكون يرضع نسمعوه راهو يبلع نسمعوا الصوت تاعو راهو يبلع لي جو تاعو ماشي هكا صدق ماشي داخلين نشوفوا لي موفمون تاع ما يبلع تاع راهو يبلع نسمعوه ونشوفوا بلي راهو يبلع سي ان بيبي بي كالم سما يكون يرضع الى كان ماشي انرفي ولا ما نحسوه بلي ما راهوش بون يصراو حالات وين يكون البيبي انرفي دي فوا يكون سيمولي بزاف انرفي بزاف ما يشدش مليح لو سان ولا هذوك نورمال بصح في معظم الاحيان كيكون يكون جيعان او بروميير سين غير نشوفوه بدا يحس بالجوع ماشي نسناو حتى يبكي نشوفوه فطن الطن بدا شويه يحس بالجوع يفو لو ميتر او سان ولا او بيبون ميم لو بيبون سما ما نستناوش حتى يبكي يكون كالم نحطوه يرضع را نشوفه راه نشوفو ونحسو بلي راهو يبلع وراهو يسرط سي ان بيبي اللي يكون كالم او ماما تاع الرضاعه وبعد الرضاعه جينيرالمون يضحكوا هذيك الضحكه تاع تاع اوني ساتيسفي ثانيا اللي كوش تاعو توجور البيبي كي يكون يرضع رضاعه طبيعيه طبيعي. يكونوا عنده بزاف لي كوش تاعو يكونوا مشمخين كيما مش يعني مش حنا نقولوا بتا... أه. ال البول والحاجاك الوسخ يكونوا لي كوش معمرين حنا لو بوا تاعهم ا بوبري ان اوف لو بوا تاع ان اوف كي تكون لا كوش ا كوم ان اوف كيما حبه ا الوزن تاعها أه. حاب يقول سي ان كوش بيان بلان او شبعان فوالا ان بيبي اليتي اللي يكون يرضع شحال نحسبوا لو نومبر دو كوش بلا ما نهضروا على ليساندرو على حشاك آه. البول آه. عندنا او 4 ا 5 كوش في 24 ساعة زعما نحسبوا لي كوش تاع لا جورني ولي كوش تاع لي آه بزياده على الجوده الطبيعيه آه. يكونوا اربعه حتى خمسه ليكوش كوش معمرين مليح مش مخين مليح دونك نورمالمون لو بيبي راهو وي... يزيد ومن بعد نلحقوا للميزان بيان سور الميزان الطول و لو بيريمتر كرانيال لو تور دو تيت تاعو هذاك ثاني اللي امبورطون هادو لي 3 بارامتر اي سون امبورطون أم. على بها كاين مراجعه الدوريه تاع الطبيب لازم تكون في شهر في شهرين في ثلاث شهور سورتو 6 شهور لوالا باش نشوفو اسكو راهو ينمو بطريقه طبيعيه ولا لا, لا. رضاعة طبيعيه هذه هذه قبل ما نختم بغيتك تعلقي لي على الوصفه تاع الاطفال الرضع جبتها طاطا ناديه اليوم لك حبه باذنجان شويتها هيه. وهرستها وزدت لها زيت الزيتون زيت هل هي لا. وصفة صحية؟ وكيفاش نبداو نمدوا الباذنجان للاطفال الرضع؟ الباذنجان نقدروا نبداو من 6 شهور للفوق. من اشهر هكا م -م. وزيت الزيتون نفس الشيء من 6 شهور للفوق. نقدروا كيما تقول نشويوه، نقدروا نغليوه، نقدروا نفوروه ونهرسوه. ست اشهر للفوق نبداو الباذنجان. يعني باتنجل. وصفة صحية. وصفة مليحة. انا كنت نمدها للبيبي تاعي. صح بغيت ثاني كنختم معاك على البيض. كاين <applause> كثير من الامهات وانا شخصيا كي كنت نقرا دكتوراه نصيب لي البيض ممنوع فوق عام ومن بعد نصيب بدراسات اخرى تقول لك البيض دراسات جديده ولا يقول لك تقدري تبدلي البيض ومن بعد حرت ومن بعد كي كان طفلي عنده واقيلا سبع شهور بديت نعطيه البيض عادي ما شفتش عليه ولا اعراض الحساسيه يعني الحمد لله <applause> وقتاش نقدروا نمدوا البيض للاطفال الرضاعه تاعنا هي الدراسات الحديثه بكري كانوا يقولون اخروا الـ الـ الاطعمه المسببه للحساسيه احنا البيض علاش نخافوا منه باسكو يسبب الحساسيه من اكثر الاطعمه الشائعه للمسببات الحساسية لا بيان من البيض بكري كانوا يقولون ان اخروا لانتروجيكسيون طيب. يدخل البيض الطعام تاع الاطفال دونك انا الدراسات الحديثه يقول لك يكونوا الاطعمه المسببه للحساسيه أه بلوس ندخلوهم بكري تما بين 4 وستة 6 شهور موان دو ريسك عند عند باش ديفلوب اون اليرجي بلو أو كيما البيض من ست شهور للفوق كيما كاع البروتينات البيض داخل في البروتينات البيض والحم والدجاج والحوت يعني ست من ست شهور للفوق بكري كان يقول لك ندخلوا الصفار ومن بعد ندخلوا البياض آه انا كانو. كنت نخلطهم عادي جدا كان يقول لك ندخلوهم في زوج في نفس الوقت لا تعطينا ديال الوصفه الجايه تجيب لنا البيض للاطفال دكتور <applause> دكتوره مستغانمي انا نشكرك جزيل الشكر <applause> والبنوته <تصفيق> الحلوه اللي راهي تشوفينا هي مع جدك هي مع ما جدك ياك لك دكتور نطلق <applause> لك بابا <applause> تشربي <applause> شويه <applause> حليب يعطيك الصحه دكتوره شرفتيني ونورتيني نتلاقى بكم بعد هذا الفاصل شكرا جاءت اللحظه التاريخيه وجبت معايا دينا باش نعرضها اليوم على نعرضك دينا على طاطا طيب ناديه ماكلتها لا تعوض هذه قراتها بالباذنجان تقدري تاكلي هذه كامل ما تقدريش كانت جيعانة جيعانة بسم الله <applause> يلا بسم الله واعطينا رايك بصراحه روعة أسرع أسرع <applause> <applause> كيف راكم تشوفوا تاتانا ديال جهزت لنا الكراتا تاعنا بالباذنجان بلا مشواته شوفوا ها آه. ما راهوش مشوي ما راهوش مقلي اللي يتشبع جي زيت راهو مشوي فقط كل شيء اللي هنا طبيعي صحي حتى هكذا تقدري تمديها للطفل الرضيع ديالك فوق عام تقدري تهرسيها له هكا له ياكل وهذه اللي راهي معاها اللي هي باذنجان مشوي للأطفال الرضع بزيت الزيتون أنا مم. كنت ندير له ومرات فقط نصيحه للأمهات هو هكذا تقدري تزيدي بيض مغلي مم. وتهرسيه وتمديه للطفل الرضيع ديالك طاطا ناديه يعطيك الصحه شكرا جزيلا دينا ايضا يعطيك الصحه دك تكملي معايا هذا الطبق انا ما بقاليش وقت دائما نقول لكم تهلاو في رواحتكم ان شاء الله ربي بقي علينا وعليكم الستار ان شاء الله كل واحد مهموم الا ما ربي يفرج عليه كل واحد يستنى فرح الا ما ربي يكمل له. ان شاء الله ربي يرفع الظلم على خوتنا في فلسطين ربي يرزقنا ويرزقكم في امان الله الى اللقاء